تنادي المنظمات العالمية والتكتلات الكونية بمسمياتها المختلفة بضرورة تحقيق الأمن والسلام في المجتمعات، وبضرورة الحفاظ على الإنسان كقيمة عليا، وتجعل من هذه الشعارات عنواناً لتحركاتها العلنية في محفل ومجمع. ولكن هل تتحقق حقوق الإنسان في العالم بمجرد الشعارات؟ المتابع للمنهج الإسلامي الذي أرساه خير الأنام يتعرف إلى حقائق لم يصل إليها العقل الغربي حتى يومنا هذا، فقد حض الإسلام على الحفاظ على الأصول الخمسة وسماها بالكليات الخمسة، كناية عن كونها تشكل أسس الحياة والنهضة والاستقرار والسعادة. وهذه الكليات هي الحفاظ على النفس والمال والعرض والدين والنسل. فهل يمكن لمن استخدم السلاح النووي لإبادة الشعوب أن يفقه معناها؟ زاوية أخرى من الرؤية، وهي اللائحة التنظيمية التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع عندما خاطب المسلمين جميعاً بجوار الكعبة المشرفة، وقال لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. هل يمكن لنا أن نفهم هذه الأسس؟ وهل يمكن لنا أن نفقه معنى الحفاظ على النفس في هذا الزمان الذي يقصف فيه الإنسان ويذبح بغير ذنب ولا جريمة؟ خطبة الوداع لم تركز على الدم البشري فحسب، بل تعدته إلى الحديث عن استقرار المجتمع والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والفلسفي الذي يتعامل مع الكون والإنسان والحياة بنظرة موحدة ومتكاملة يسعد بها الإنسان وتسلم من خلالها البيئة.